الامتحانات ديال اللي غنوا فيها لنا النقاط وبينوا على مكامن الضعف وعلى الاشكاليات اللي كاينه في هذا القطاع الحيوي. غير واحد القضيه اللي انه ما نحاولوش انه نخرجوا من هنا مبروقين في وجهة النظر ديالنا ولا هذا العار ديال الاتحاد المحلي بالشخص السي العثماني جا بواقع الارقام. باش كنقولوا بانه عرض ارقام وكنقولوا بان الاقليم على ما يرام، راه ماشي المستوى ديال الاقليم مقارنه مع الباقي مع الاقاليم. لو كان كان الاقليم ديالنا مزيان ما غاديش الراشد ديال ما غاديش نمشيو لمراكش ما غاديش نمشيو لوزن. هذا واقع خصنا نامنوا بانه كنعيشوا واقع مزري، واقع مزري. ناخذوا قبل ما نعطي الردود للاخ عثماني واحد العباره اللي هي عنوان العريض ديال هادشي كامل. نهار بدا عملنا ولحد الان هادي 4 سنين ولا 5 سنين، هادي دابا 5 سنين باش يقلب بين تنغير وكان العمل في تنغير. اين يوجد موقع العمل الحالي؟ اليس في فندق؟ واش ما يتراوح بسبب الفلوس العمل وما زال تباطؤ ديال الاشغال في العمل ديال يخدم؟ علاش ما يكونش السلام؟ لان صافي السنطه الفلوس زايده والله يجعل البركه. لماذا؟ هذه المصالح الاخرى اللي كتحث في الاقليم وخصوصا اللي عندها علاقه بالمواطن مباشره بالمواطن اليومي الحياه اليوميه ديال المواطن، علاش ما يكونش الاكتران العمل كراتو لوطي زايده تقريبا 5 الملحقات ولا شحال باش